رجعنا من جديد في فير بلاي، مكملين في استقبال ضيوفنا ونستقبلوا معنا الشكر الخطوي مدرب نادي حملم. فاكيد البارح هزيمه موجعه كانت شويه نادي حملم، فبعد الهزيمه ضد الملعب التونسي 2 بلاش والنزول لضربه ثانيه، معنا مدرب نادي حملم في السيد شكر الخطوي. استاذ شكر، اهلا بك. مرحبا سلام، وتحيه ليك وتحيه كيف مستمعين الثلاثه. شنو احوالك؟ كيف صبحت اليوم؟ هل توجع شويه البارح الطيح نتاع حملم؟ مش شويه، توجع برشا. ما هذيك احكام الله، هذيك هي الكره. تعرف المباريات اللي قمنا بها الاخيره، تعرف معناتها لي بيرفورمانس. كان الحل الموجود عندنا احنا ثلاثه نقاط يخلينا في الرابطه الاولى. هو تعادل ظهري كان يخليكم سي شكري. حتى التعادل كان يخلينا، ربك ما كتبش. هذيك هي كره القدم، واحد يتقبلها. ومبروك للفرق اللي بقاتش، وهذيك هي سنة الحياة يا اسلام. شنو السبب البارح سي شكري؟ ظهر اللي ما شفناش الروح اللي لعبتوا بها مع السي اس اس ومع ليتوال، ما عادش تقول مش اللاعبين مكبلين ولا حاجه كيما هكا صارت. والله نبهت السيناريوهات الكل، ما كل شيء عملته في السيناريوهات الكل. شفت مالغري ما كناش في احسن حالاتنا، كانت فرص موجوده امام، حتى كي كانت موجوده ما تسجلناش. سيتا في نورمال في 4 ساعة الأخرى كنا ديزيكيليبر كالعادة، هفا فردية قبلنا فيها الهدف الأول. من الهدف الأول براتيك مو زادت الأمور صعبة برشا، نحكي ديما مونتالمون. انهزمنا في المباراة اللي كانت ممنوعة فينا، ممنوعة الهزيمة. ممكن لو كانت جات منذ 3 4 مباريات ومعناتها ونزلنا وترجعيني بتدرك خير من اللي كانت كما بالطريقه نتاع البارح. هذيك هي كره قدم سلام، واحد نصور عمل اللي عليه. متاسف برشا الجماهير اي سيرتو جماهير نادي حمام لمش، والاجواء اللي شفتها اسبوع كامل ولا قبل المباراه. ربي قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. شفناك سي شكري غادر ديريكتومون بعد البونتو ثاني، حتى ما كملتش المقابله، ما نجمتش ولا كيفاش؟ لا 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 ما غادرتش، لا لا انا شفتها حتى البارح. لا لا انا زعما خرجت من بلا شعوريه ورجعت، انا كنت موجود. اوكي رجعت بعد خاطر شفنا اللقطه في التلفزه نتاع خرجت. الناس تبدا تركب على الاحداث، شفتها البارح. شوف هو ماتش، هو مباراه كره قدم. مي خليني تعرف نكون ديما انا واقعي وما نحبش ندخل نقول نورمال. هذه الكره واحد يقبلها بكل روح رياضيه. ما نقول حاجه بركة بيتر شكر الخاتي ديما في كره القدم تظلمت برشا في كره القدم. وانا لينك وزيد انا قاعد وخرج، يعني اليوم نحكيه على حمام لمس. انا كنت موجود ويعرف امير ويعرف حد اللي انا كنت موجود، معناتها ما لحمايه اللاعبين وحد قائد الفريق موجود. شوف نخليوها كره في المستطيل الاخضر وتقف غادي، مش ما نحبش نقول كلام اخر واللي انا موجوع. وانا معناتها كنت معروف ديما بالحمد لله بالتربيه والاخلاق. خلوها كره في المستطيل الاخضر وطوال اليمين. نقول لك حاجه بركه شكري خاتمي ديما معاه كان ربي فابليس، ما ينجم يكون معاه حتى حد. هو الحقيقه ما شفتش انا شكون تحدث عن النقطه هذه سي شكري، لكن انا اللي شفته في التلفزه وقت الشغل كاني ظهرت كانك خرجت. فهمت بلا شعوريه الفوليه، انا ديجا خرجت بلا شعوريه للباب وعاودت. اي فرصه باش وضحتها معناها اللقطه، فرصه باش وضحت لك. وكنت موجود انا وحتى قائد الفريق يعرف اللي كذب الحكم. انا جريت باش ما ديما نقول الفير بلاي وكل شيء، ويعرف وصلت معه حتى الباب اشتغل فيستير. وامير يعرف، امير الحكم يعرف. فهمت شنو صار في الحجوات الملابس بعد المقابله سي شكري؟ فوضى كبيره ظهر البارح كانت. في نورمال في مباراه كما البارح صارت فوضى كبيره. الله يهديك هذاك شنو نقول، الله يهديك. فهمت ديما تقعد كوره فيها النتيجة، فيها الهزيمة، فيها الصعود، فيها النزول، فيها التكليف. والإنسان اللي يبدأ إيمانه كبير بربي يلزمه يقبل، يلزمه يقبل كل شيء. فهمت؟ بعيد على تهديدات، وبعيد واحد شفت احنا معناتها ترافايي وكالم وامورنا هانية. واحد اليوم ما توافقناش، نقولوا مبروك للفرق اللي بقات.
حذا وفرنادي حمام الانف ولا ولمرة للفنك ولا الكرايسي الأقصى درجة الأقصى درجة. وجي دي بيها مانيش بتقرب لحتى حد خاطر أنا في قدري مع كل فريق حمام الانف ممكن. أنا مدربي الفياندرا اللي جور نبدأ بشوي بشوي ناس سميتي في يصير طيب برشا باش ناس خاطر شفت ناس ما تفاديش تحب جمعياتهم مش تقول لي ما بديتش من أول موسم مع ذلك ماشي يهم الاعتذار من شيء من الكبار نعتذر كل حبيبنا الرياضي اللي حملنا اي جوستومون سي شكري حملنا في مطاحات في البارح تحظى لي من اول السيزون هذا اللي كانت وضعيه صعيبه برشا سواء ماديه سواء حتى ليفيكتيف هذا اللي كان تقارنوا بالكيبات الاخرين هذا اللي مش حاجه كبيره بارابور الجمعيات الاخرى ولا سي شكري وما لقري هذاك وصلنا معناتها البقاء تاعنا موجود عندنا احنا ننتصروا في مباراة الاتوال وتي تي ونجيبوا نقطة من تطاوين ونجيبوا نقطة من متلوي الكورة نبهتهم ممكن نبعد بعيد شوية على الكورة ممكن حتى في التنقل تاعنا لتطاوين وبعيد على التبليسيتي ناقلة الطيارة كانت في تأخير زدنا نار روحنا نار سبت لها تعب خذها معطاها هذه كي شوف ظروف كل البارحة تقابلت في المباراة باش نادي حمل الانف يكون موجود في الرابطة اثنين وهذه كي كرة القدم يعطيك الصحة شكرا لك سي شكري شكرا خويا مرحبا بك سلام ان شاء الله ربي يوفقك وربي يعينك ومرة أخرى من روح رياضية مبروك للي منع ومبروك للي تزوج وهذيك هي سنة الحياة دونك ليا دو لافي ليا دو ليسبوار واضح بالتوفيق ليك ان شاء الله في بقية تجاربك القادمة سي شكري الخطوي ان شاء الله نادي حمل الانف عودة سريعة للرابطة الأولى صحبة الشبيبة ولو انه مازال شوية باش الأيام القادمة باش تحمل شوية تطورات بخصوص بين السي بي وخاصة بالجي اس كي بخصوص الاحتراز نستناو شنو باش يصير في الأيام الجاية وبعد نعرفوا شكون ان شاء الله ليكيبات اللي باش تغادر رسميا الرابطة الأولى موزيكا الأخبار وبعد راجعين في فير بلاي حتى المرة 3:30